حملة توزيع المعونات الغذائية التي أطلقتها منظمة نايت جودبور الإنسانية تستهدف الشرائح الضعيفة من المجتمع، وتهدف هذه الحملة لمساعدة الحكومة في سعيها لسد حاجيات عدد من المواطنين التشاديين خاصة في ظل جائحة كورونا. أنا هسه ده أنا ديستريبيوشن أنا فيفر ده هسه اللي عندنا بدينا دابور في بريفيريا أنا جامينا وتور دو غاسي أبينا أم تكون أوكي ده بداية قبسينو في بروجرام أجينا عندنا نمرق برا لخايت مندليا دول جرمانيا دول tout ça donc à ça allait dans la bidaya galissa mais dans les jours à venir da yabqa encore des ziyada fi communauté akhari اكثر من 1000 اسره مستهدفه من قبل منظمه نايت جودبور. استفاد منهم سكان حاره غاسي بالدائره السابعه لمدينه انجمنا. نايبور جاي toujours جاي سعيدنا باكل فلا جاي انتنا كوم دول النقدر كي ديفندر فوق اجلنا لي مارداندا دا شوكولا اخر اللي هاجو لي جود نايبور ما في لكن نو كان هاجو لو شكرا بلين كلام الناجي كثير ما في شكرا بس لي ادا لينتي جابوا لنا دا شوكلا جيل خليها لا ينتكو قدام وخليها لا يونيك اليوم اخر كله تيجي تشوفوا لنا يا المشي لليوم جيل لنا كده سمي. ان هذه المساعدات التي قدمتها منظمة نايت جودبور ليست الاولى من نوعها، بل سبقتها انشطة اخرى مماثلة خاصة في ظل ظروف محاربة فيروس كورونا التي تستدعي الجميع الوقوف مع الطبقات الضعيفة من المجتمع.